السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بنكمل السفيسز، وصلنا عند بليجيا. آخر شيء حكينا فيه كان فوبيا، اللي هي fear of أو الخوف من. بليجيا اللي هي formation or growth. البليجيا is related to number، يعني زيادة أو نقص في عدد الخلايا. مثلا بنقول هايبربليجيا، زيادة في عدد الخلايا كتير بيكون عددها كتير، هايبوبليجيا بيكون عددها قليل، وهكذا. لما نيجي نحكي عن الهايبرتروفي مثلا، الهايبرتروفي برضو زيادة أو فورميشن أو جروث، لكن هناك بيكون حجم الخلايا زاد. فهناك السايز أوف سيلز بيفرق، هون number of cells هو اللي بيفرق. طيب إذن dysplasia means abnormal development of cells, tissues or organs. this حكينا عنها قبل، اللي هي difficult or bad. dysplasia فهي في عنا خلل في النمو، لأنه بليجيا معناها نمو أو تكوين. طيب بلازم برضو معناها formation or growth، لكن نيوبلازم لفظة كتير مشهورة، اللي هي new and abnormal formation of a tissue such as tumor or growth، اللي هي يعني نمو غير موجود من قبل، نمو جديد. غالبا لما نقول نيوبلازم هي لفظة من لفظات الإشارة للكانسر أو للأورام tumors. نيو means new، جديد أو حديث. أوكي، بليجيا means paralysis، يعني شلل. مثلا بنقول هيميبليجيا، هيمي معناها نصف، بنقول هيميبليجيا معناها paralysis of one side of the body، اللي بنسميه الشلل النصفي. هيها هيمي one half، يعني نصف. طبعا هيميبليجيا الشلل النصفي affects the right or left side of the body caused by a brain injury or stroke، يعني تسببها injury للدماغ، يعني جرح في الدماغ، أو stroke اللي هي الجلطات الدماغية. ريج بيرستينج أوف اللي هي تدفق، وريجيا مرات بنقول هيموريج اللي هي loss of large amount of blood in a short period. الهيموريج اللي هي النزيف، وقد يكون internal or external، داخلي أو خارجي. منقول هيمو معناها blood. لما بيكون عادة النزيف في الجهاز الهضمي، إذا كان في نهاية الجهاز الهضمي بيكون fresh blood لونه أحمر، لكن إذا بيكون في بداية الجهاز الهضمي بيبين على شكل black stool، يعني الفضلات بتكون لونها أسود أو الإخراج بيكون لونه أسود. السبب إنه الدم بيكون اتأكسد من وقت ما صار نزيف لخروجه، بنقول هيموريج اللي هي النزيف وفقدان الدم. في عنا مينوريجيا، مينوريجيا profuse discharge of blood during menstruation. المينو أو المينار كمنسز معناها الحيض، لما نقول مينوريجيا معناته تدفق لدم الحيض. طبعا رح نحكي عنها في وقت ما نحكي عن التناسلية. ريا discharge or flow، ريا معناها تدفق، تمام. دياريا مثال، دياريا اللي هي الإسهال، abnormally frequent discharge or flow of fluid fecal matter from the bowel، اللي هي الإسهال دياريا. ممكن نقول بايوريا، البايوريا هي التدفق البص القيح، فالريا هي تدفق. ريكسس means rupture، rupture يعني تمزق،
بنقول مثلا arteriorexis. arterium من artery اللي هي الشريان, rupture of an artery في عنا تمزق في الشريان. spasm involuntary contraction or twitching. السباز عادة تطلق على الانقباضات غير إرادية. مثلا السباز ممكن يكون في البطن, بنقول عندي سباز, عندي مغص. مثلا ممكن يكون في عندي بليفاروسبازم. السبازم هون involuntary contractions أو twitching of the eyelid. بليفار اللي هو جفن العين, eyelid. لما نقول بليفاروسبازم اللي هي كيف رفة العين المتلاحقة نسميها بليفاروسبازم. يعني في عندي involuntary contractions بشكل مستمر في الايليد أو في جفن العين, ممكن الجفن السفلي أو العلوي. نقول بليفاروسبازم. مرات ممكن نقول I have a spasm, يعني عندي, طبعا السبازم عادة مصاحب بألم عادة بس مش دايما. ممكن أنا عندي سبازم يعني زي عندي مغص في البطن, I have abdominal spasm. ممكن يكون سبازم بالإيد مثلا بالعضلة برضو نتيجة involuntary contractions, يعني انقباضات لا إرادية. stenosis narrowing or stricture اللي هي تضيق. stenosis معناها تضيق. فبنقول مثلا arteriostenosis في عندنا abnormal narrowing of an artery. abnormal غير طبيعي, narrowing اللي هي تضيق للارتري اللي هي الشريان. toxic معناها poison, بنقول hepatotoxic معناته toxic للليفر, يعني هو يؤدي إلى toxicity في الليفر. من الأشياء الهباتوتوكسيك بحب أنوه دايما عنها اللي هي الأفلاتوكسينز, خليني أورجيكم إياها. هدول التوكسينز من أشكال الأفلاتوكسينز إحنا بنسميهم, والأفلاتوكسينز هدول ممكن يجوا على الذرة, على المكسرات, على الرز. بتلاقي الرز عليه مادة تميل إلى الأخضر, تمام. طبعا ممكن, طبعا هذه بكميات كبيرة من الأفلاتوكسين, لكن ممكن تظهر بكميات قليلة جدا, ممكن إحنا ما نشوفها. عشان هيك المكسرات خاصة المفروض ما نخزنها لفترة طويلة, واستخدامها بشكل فريش دايما. حتى المحامص اللي احنا بنشتري منها يفضل نشتري من محمص عليه إجر, يعني المادة أو المواد اللي بيبيعها بتضلها تتغير بشكل مستمر, ما يكونش عنده البضاعة قديمة, لأنه الأفلاتوكسينز ممكن احنا ما نشوفها وتكون فعليا موجودة, لكن لما بتكتر كتير بنقدر إن نشوف طبقة بتكون موجودة خاصة على المكسرات البيناتس وغيره. هلأ مشكلة الأفلاتوكسينز هدول إنهم إيش بيعملوا؟ حتى ممكن يوصلونا عن طريق إنه الحيوانات اللي إحنا بناكل منتجاتها تكون هي تغذت على علف فيه هذه الأفلاتوكسينز فبتوصلنا بهاي الطريقة. من الأشياء اللي بتعملها هاي المنتجات إنها أول شيء بتأثر على المناعة, بتعمل إميون سبريشن يعني بتنزل مناعة البني آدم. growth failure in children يعني تمنع النمو عند الأطفال. liver cancer زي ما قلنا هي هيباتوتوكسيك, وممكن استخدامها الدايركت يؤدي إلى التوكسيسيتي يعني التسمم. مفروض إنه التعرض إلها ليكون بالمايكرو جرام ليفل, يعني كميات قليلة جدا 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 ممكن ما تأثر على الصحة. لكن هاي الأفلاتوكسينز معروف عنها إنها حتى هيت ريزيستنت, بتقاوم الحرارة فبتروحش بالحرارة. المفروض لما نشوف هاي المواد موجودة على الأكل هذا ما ناكله أبدا وما نقرب عليه. نفس الشيء ممكن تنمو على الفطريات اللي ممكن تنمو على البندورة, فعشان هيك يعني حتى البندورة البروسيسد المصنعة اللي هي رب البندورة يفضل إنه إحنا نحضرها في البيت, لأنه إحنا بنكون عارفين مصدرها, ما بنكون أي جزء خربان في البندورة بنكون إحنا تخلصنا منه. بينما البروسيسد البندورة اللي إحنا نشتريها من السوق ما بنعرف مصدرها, ما بنعرف قديش يعني مدى الضمير اللي عند البني آدم اللي حضرها.
فيكون لا سمح الله حط لنا جزء من هاي المواد ممكن تأثر على صحتنا بشكل كبير. أوكي، تروفي نورشمنت أو ديفلوبمنت اللي هي التطور أو النمو. بنقول ديستروفي اللي هي abnormal condition caused by defective nutrition or metabolism. وديستروفي يعني سوء نمو. تمام؟ فحكينا إنه في عنا تفريق بين البليجيا وبين التروفي. لو إنه مثلاً هايبر بليجيا زيادة في النمو نتيجة زيادة عدد الخلايا، هايبرتروفي زيادة في النمو نتيجة زيادة حجم الخلية. وهذا أحد سؤال أو أسئلة الشامل للمصطلحات، الفرق بين الدستروفي و أو الهايبرتروفي والهايبربليجيا. دس زي ما قلنا بعد painful or difficult. نيجي للadjectives nouns and diminutive suffixes. AC لاحظوا كلهم هدول عبارة عن pertaining to أو relating to، يعني يتعلق ب. AC AL AR ARI EL IC ICAL IL IR US WATIC. كيف بنقول مثلا cardiac، cardiac pertaining to the heart يعني قلبي أو يتعلق بالقلب. بنقول neural pertaining to a nerve يعني يتعلق بالعصب، عصبي. muscular pertaining to muscle. طبعا إحنا مش مطلوب الآن نعرفهم إنه كل واحدة مع مين تمشي، لكن مع مشينا بالكورس بصير مبين كل واحدة إمتى تستخدم. يعني بتصير بقول بس muscular، بقولش muscular، بقولش muscular، تمام، بقول muscular. فmuscular بتصير خلص كلمة مطبوعة عنا سهل استخدامها إنه إشي عضلي. بالمونري كمان نفس الشيء. بالمونري الإشي بالمونو معناته رئة، lungs، فبنقول pulmonary رئوي. esophageal برضو esophageal نسبة للإزوفيجس اللي هو المريء. بنقول thoracic نسبة للthorax اللي هو الصدر، منطقة الصدر أو chest. فthoracic صدري، يعني زي مثلا بنقول thoracic cavity التجويف الصدري، thoracic cage القفص الصدري، وهكذا. بنقول pathological نسبة للباثولوجي، يعني يتعلق بالدراسة الباثولوجية أو دراسة الأمراض. patho معناها disease، وlogy معناها study of، أخذناها قبل. ail بنقول penile نسبة للعضو الذكري. بنقول posterior أكيد أخذته بالأناتومي الدايمنشنز ويعني البلينز تبعت الجسم. بنقول posterior نسبة للخلف back of the body behind. cutaneous بجس حكينا عنها قبل بالسكن. cutaneous نسبة إلى الجلد فبنقول جلدي. cutane نسبة للسكن. acoustic means hearing pertaining to hearing لا استمع. acous meaning means hearing. eases هلا هون طبعا هدول كلهم اللي حكيناهم فوق هم عبارة عن pertaining to أو relating to، يتعلق بي أو يرتبط بي. نيجي لنونز تانيين معناهم condition. بنقول مثلا eases condition، IA condition، ism condition. مثلا diuresis، diuresis اللي هي يعني تكوين اليورين، الإدرار، هيك معناها بالعربي الإدرار. فبنقول diuresis الإدرار، abnormal secretion of large amounts of urine، يعني تكوين كميات كبيرة من اليورين. داي معناها دبل ويور معناها يورين البول. بنقول نيمونيا
نيمونيا لفظة تانية نيمو معناها رئة، ونيمونيا condition of lungs يعني هون ذات الرئة أو التهاب الرئوي. Infection of the lung usually caused by bacteria, virus or disease. فال IA هون نسبة condition of lung. Hyperthyroidism condition of over normal أو abnormal thyroid disease. Condition characterized by overactivity of the thyroid gland. الهايبرثايرويدزم هي عبارة عن أحد الأمراض أو الكونديشنز تصيب الثايرويد جلاند اللي هي غدة على شكل فراشة موجودة في الحلق أمام التريكيا أمام القصبة الهوائية، وهي مسؤولة عن إنتاج هرمون الثايروكسين. فلما هذا الهرمون يزيد إنتاجه بشكل كبير منقول هايبرثايرويدزم، يعني الغدة فيها نشاط كتير كبير عالي. طبعا هايبر معناها excessive above normal، وثايرويد نسبة للثايرويد جلاند. طيب ياتري means medicine or treatment. Medicine or treatment علاج أو دواء.